السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الحمد لله في مجموعة من الحلقات الصيفية في ممارسة الرياضة وأيضا اللياقة البدنية. بزاف ديال الناس تعانيوا من الوزن الزائد وكيلتجؤوا لبعض الأعشاب اللي كتباع في الحومة ولا عند العطار ولا عند النصائح اللي كياخذوها من عند الناس. جربت هذه ونزلت بها الوزن وجربت هذه. ممكن انك تناول مجموعه ديال الاعشاب وتنزل الوزن ديالك، لكن تكون اثرتي سلبا على مجموعه ديال الاعضاء ديال الجسم ديالك. الظاهر كيقول لك انك نزلتي الوزن ديالك، فما تبتاتش دراسه علميه كتقول بان تناول هذه الاعشاب يعني غادي تنزل لك الوزن ديالك بشكل صحيح وبشكل طبيعي. الا نزلتي الوزن ديالك غادي تكون اثرتي على مجموعه ديال الاعضاء ديالك، في المدى البعيد غادي تظهر النتائج ديالو. اهم شيء هو انك تختار الاكل ديالك بعنايه، بهذاك الشيء اللي متوفر عندك في البيت، لانه انك تتبع واحد الريجيم واحد النظام غذائي خاص صعب جدا، خاصه الطبقات المتوسطه والطبقات اللي ضعيفه، انك تستمر على المدى البعيد على واحد النظام غذائي يعني الريجيم يعني تيتقام غالي. لازم انك تختار ضمن الاكل اللي متوفر عندك تختاره بعنايه وتستمر عليه لمده طويله باش ما تصابش، تحرم نفسك مجموعه ديال المأكولات وغادي تتعب بعد مده وترجع للحياه العاديه. ثم المرحله الثانيه تختار التمارين الرياضيه اللي تستمر عليها مده طويله وما توقفش، لانك اذا توقفتي الجسم ديالك كيتضاعف وكيتزاد الوزن ديالك. ثم الابتعاد عن القلق والأرق لأنهم من أسباب الزيادة في الوزن، لا بد منه جيد. الرياضة كتمثل 30% بالنسبة للمساهمة في الحصول على جسم لائق، والتغذية كتمثل 40%، والنوم الجيد والراحة والاسترجاع كيمثل 30%. بدون هذه المكونات ما تحلمش أنك تكسب الجسم ديالك. وخا تمشي تناول العقاقير وتناول الأقراص اكيد غادي تنزل الوزن ديالك، لكن غادي تاثر على الجسم ديالك سلبا على المدى البعيد. اختار كما قلت حتى ثلاثه العناصر ان يكونوا متكاملين: الغذاء الجيد والتمارين الرياضيه والنوم والابتعاد عن القلق، لان فتره الاسترجاع كتكون اثناء النوم، فغادي تكسب الجسم ديالك يكون صحيح والوزن ديالك غادي تحافظ عليه.